مشاهداتي العزيزات، دلوقتي هنتكلم عن 2 ماسك للبشرة الدهنية. طيب، ده ليمون وده برتقان. الليمون ده قشر والبرتقان ده قشر. اللي بيحصل ان انا بقشر الليمونة، بتقشري الليمونة وتسيبي قشرها في الشمس لحد ما يبقى كده اهو، لحد ما تجمد جدا بالطريقة دي. وبعدين ادي البرتقانة اهي، البرتقانة اهي، بقشر البرتقانة وبعدين بسيبها تنشف في الشمس، يبقى قشر قشر ليمون، قشر برتقان، مش كتير زي ما انتم شايفين، يعني اهو، يعني هنقول ان احنا لو قشرنا مثلا تبقى نص برتقانايه، قشر نص برتقانايه وقشر نص ليمونه. وبعدين تاخديهم كل واحده فيهم تطحنيها لوحدها في الخلاط. خلاص، ادي بعد ما انا طحنت قبل الحلقة بتاعتنا، ادي قشر الليمون بعد ما طحنته بقى كده اهو، ادي البرتقان اهو بعد ما اتطحن. عايزة اقول لكم انه حقيقي ريحته حلوة قوي. وبعدين ربع كوباية حليب كامل الدسم، ربع كوباية لبن كامل الدسم، ونص ليمونة. يبقى طحنا قشر الليمون، طحنا قشر البرتقان، ربع كوباية لبن، ليمونة. نعمل ايه بقى؟ معلقه قشر ليمون. انا ممكن احطها كمان على اللبن عشان ما نقعدش نعمل في اطباق. دي اساسا نص كوبايه اهي، خليني بقى اجيب دول كده. ربع كوبايه عفوا، ادي ربع كوبايه، لو انا كنت قلتها غلط هي ربع كوبايه لبن، على معلقه قشر ليمون، على معلقه قشر برتقان. خلاص، هتقعدي تدوبيها كده الاول بالمنظر ده، بالطريقه دي. طيب، هو المفروض انه الماسك ده يبقى لا طري قوي ولا ناشف قوي، فانت بتقعدي تقلبي كده لحد ما هو ايه زي ما بيقولوا يتخمر، يمسك نفسه. طب لقيت ان هو لسه ما اتخمرش، خدي نص معلقه برتقان على نص معلقه ليمون تاني. بعد ما نعمل الماسك ده بلاش نتعرض للشمس، لانه فيتامين سي بيفتح البشره لو عندنا مشاكل في البشره. فالماسك ده لما نيجي نعمله ما نتعرضش للشمس. المهم انه احنا ادي الخلطه اهي جمدت ونشفت وبقت تمام اهو بالوضع ده كده. عايزه الكاميرا، ممكن بس استاذن؟ ايوه خلاص. نقوم احنا بقى عاملين ايه، جايبين النص ليمونه دي، وتقومي عامله كام نقطه كده بالوضع ده، وبعدين تقومي خلطه تاني اهو بالطريقه دي. خلاص، الماسك كده اتحضر، هنحط على وشنا لمده 20 دقيقه. وزي ما اتفقنا لما بنيجي نغسل وشنا بنغسل وشنا بميه فتره. بعد بقى ما نخلص الكلام ده نحط على وشنا ميه ورد. الماسك ده بقى بيعمل ايه؟ الماسك ده مهم جدا، الماسك ده هو البطل معانا. الماسك ده لو عندنا حبوب في البشره، ستات كتير قوي بعت قالت لي عندي حبوب وبثور وحاجات سودا ومش عارفه ايه، مش عارفين نشيلهم، بيشيلها، يشد البشره، يبيض، ينعم، تجاعيد يظبطها، يظبط لون البشره. يعني انت لو عندك حته غامقه، او احنا خلاص قلنا قبل كده كلف نشيله ازاي، لكن لو في حاجات غامقه او حاجات فاتحه بيعمل زي ما بيقولوا ايه الانسجه بتاعه البشره، بيظبطها في بعض. فالماسك ده مهم جدا. الماسك ده بيتعمل مرتين في الاسبوع، مش مره واحده زي ماسكات الشعر. ادي اول ماسك للبشره الدهنيه. تاني ماسك للبشرة الدهنية هي فراولاية أو فراولايتين على 3 معالق زبادي. أنا حطاهم قبل ما ندخل التصوير، هم 3 معالق، فعشان ما نقعدش يعني نعمل حاجات كده ونستعمل أطباق كتير عشان بيقعدوا يعرضوا كل الأطباق اللي أنت بتستعمليها دي. فنعمل كده بالظبط، هجيب الفراولاية أو الفراولايتين وهنحطهم في الزبادي كأنه بالظبط زبادي بالفراولة. وبعدين تقومي بقى عاملة ايه كده،
تقعدي تقطعي الفراولايه جوه الزبادي. ولو عايزه تعملي بطريقه يعني اسهل واسرع ممكن نعمله في الخلاط، يعني ممكن نضربهم مع بعض في الخلاط اهو. الوضع ده بقى مشاهداتي العزيزات بيتحط على البشره لمده 15، هو كاتبين كده بالظبط الوصفه يعني او البتاع، كاتبين ان هي من 15 ل 20 دقيقه على البشره، وبرده بنشطف وشنا بميه فاتره، ميه فاتره اللي هي لا ميه ساقعه ولا ميه سخنه بالوضع ده كده، كانه زبادي بالفراوله بالظبط. ولازم تتاكدي وانت بتعملي كده، هو طبعا اسهل لك بكتير ان انت تعمليه في الخلاط، بس انا للاسف ما عنديش النهارده خلاط في المطبخ عشان كده بعمله بالطريقه دي، بس لازم ما يبقاش فيه قطع فراوله، يعني لازم تبقى كلها معموله. وبرده ده مرتين في الاسبوع، الماسك ده مرتين في الاسبوع، الماسك ده مرتين في الاسبوع بالوضع ده كده. يعني انا قطعتها على قد ما انا قدرت، بس طبعا احسن ان انت تعمليها في الخلاط، وزي ما قلت لكم من 15 ل 20 دقيقه مرتين في الاسبوع.